ونمتد الألم والله نخضع ونستسلم نعيش بعز عادة وضربت قحط فيها طاح حلمان غزل وتحطم وحطعنا رزايم في طرفها كل جهدام ذابتنا والبغم فوها تهاني ظل تتلهجم غجرنا منازلنا في دماع الهجام تراجع ما تقدم للوقوعات طال ما ترحم فنادق هم تلحم من كبد الخصم وعظامه هذا صوت للقيم لو طاح نصف الدم ما ندم يقاتل من سلم لا ما يكمل باقي ايام ولو زاد الالم والله ما نخضع ونستسلم نعيش بعز عادنا الهمم او نندفن قامه. يتداول الناس منذ عقود كثيرة صورة لشيخ يماني مكبلا بقيود الكهنوت الإمامي، وهي صورة الشيخ أحمد بن أحمد بن حزيم أحد مشائخ مديرية صرواح. وفي هذا اللقاء سنلتقي مع أحد أحفاد المناضل أحمد بن أحمد بن حزيم لنحكي معه عن الكفاح المسلح وعن المعارك الضارية التي لا زال يخوضها الأبطال حتى اليوم في معركة امتدت مع الإمامة لآلاف السنين. السلام عليكم. صالح بن محسن بن أحمد بن أحمد حزيم، تحمل البندقية والجعبة ونحن في جبهات القتال مع هذا، هناك صورة للشيخ أحمد بن أحمد وهو والد وهو جدك. نعم نعم، الوالد أحمد بن أحمد الطويل بن حزيم. إذن لنسمع التفاصيل، رحمة الله عليه، لنسمع التفاصيل، نتفضل بالجلوس لنسمع منك عن حكاية الصورة ثم نعود إلى جبهات القتال لنسمع عن المعارك التي لا زلتم تخوضون غمارها حتى هذه اللحظة. هذه الصورة والتي تداولت والتي تلخص وتختزل معاناة اليمنيين، شموخ اليمنيين في مواجهة الكهنوت الإمامي، وهي كما ذكرت وأكدت بأنها صورة للشيخ أحمد بن أحمد حزيم. في البداية كيف عرفتم الصورة؟ البداية أحد الأصدقاء أرسل الصورة، كتب لي، أرسلها لي على الواتساب، قال ما أشبه الشبه هذا لأبوك. أنا شفتها وحقيقة فيه شبه كان كبير جداً من صورة الوالد وصورة جدي. أرسلتها لأحد الأخواني الكبار وقلت تعرف هذه الصورة ولا تشبهها لحد؟ قال هذا يشبه لأبوي ويشبه لعمي علي. قعدت فترة الصورة ما أخذنا إلا نحن عرفنا أن هي له وما إحنا متأكدين. بعدين أخذت رحت بهاي لعند واحد من شيباننا عمره تقريبا حول 80 سنة أو 90 سنة، ورويتها إياها قلت له تعرف هذه الصورة ولا أنت عرفت؟ خيل فيها دقق فيها قال هذا الصورة صورة جدك. قلت من جدي؟ قال جدك أحمد. أنت متأكد؟ قال أنا عرفته وهذا هو جدك. رحنا بالصورة مرة ثانية إلى عند أحد مكالفنا عجوز كبيرة، ورويناها الصورة وقعدت تخيل فيها وتقول لنا هذا الطويل. قلنا أيا طويل، إحنا قلنا أنه تقصد أبوي. قالت هذا الطويل أحمد بن أحمد. وكيف؟ قال وقصته زي ما عرفنا عنها من شيبان أنها كان من كانوا الجهم مفسدين على الإمام. ليسوا مفسدين، هذا مصطلح الإمامة، ثائرين على الإمامة. لكن الإمامة كانوا تصفهم بالمفسدين، لكن كانوا ثوار. المفسد هو المعارض الأفكار الإمام والدولة الإمام. بعدين قعد الإمام يطاردهم. وهم رفضوا الاعتراف بحكم نعم الإمام. رفضوا أن يعترفوا بها وأنه يكون دولة عليهم أو حاكم عليهم، وقعد يطاردهم إلى أن ألقى القبض. هذا الكلام حوالي في أربعينيات أو في ثلاثينيات القرن الماضي تقريبا، أنا لا أعرف بالضبط متى، لكنه قبل ثورة 62 أو 48. قبل ثورة 48 48 نعم. ألقي القبض عليهم على جدي بعد سنوات من الثورة والتمرد. نعم. على بعد سنين كثيرة وهم معارضين لفكرة الإمام والحكمة، وكان كل ما نفذ على أصحابنا ينفذ عليهم قبائل أخطاط وما أخطاط يقول لهم كذا، وما ما ما رضيوا أصحابنا. جدك ومن يعني، هل في شخصيات أخرى؟ فيه جدي وكرشان وبنط عمان
اللي يعرف عنهم، واحد وزايدي واحد من الزايد، هؤلاء اللي كانوا يسجنون مع بعض كانوا في تعز. بعد ذلك نقلهم الى صنعاء. الان احنا انت تكلمت عن فتره التمرد وملاحقه ومطارده الامام لهم، القى القبض عليهم بطريقة. القى القبض عليهم ونقلهم من هنا الى تعز، لاني كانت تعز تقريبا الدوله حقه يعني العاصمه هو. قعدوا في تعز فتره من الزمن الذي لا اعرف كم. نقل بعدها جدي الى صنعاء، ساومه الامام، ساومه بانه يطلق سراحه أو أنهم يعترفوا به كمكون سياسي لهم أو كدولة. رفضوا ذلك، رفضوا الاعتراف بإمامته، رفضوا ذلك وأختاروا الموت. حتى أنه قضى رحمة الله عليه الوالد جدي مات في سجن الإمام وهو مقيد بالقيود. إذا رحمة الله عليه وقد يعني استمر في الصمود حتى لم يستسلم بل مات داخل سجون الإمامة. صحيح، وهذا دورنا بعده نحن، فلن يحكمنا الإمام القديم ولا الحديث بإذن الله تعالى. إذن وها نحن وبعد سنوات، بعد أكثر من 70 عاما من رحيل جدك، تحمل البندقية وتحمل الجعبوة إلى جوارك أبطال من أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني، وتذود عن الديار الجمهورية. هي معركة تمتد لسنوات طويلة من أربعينيات القرن الماضي، نعود إلى العام 2021، يعني إلى المعارك العام الماضي اللي هي نهاية العام 2021. أريد أن أسمع منك عن المعارك الطاحنة. أنت تكلمت بأنه مجموعة من شيبان جهم تمردوا على الإمامة وأخذهم، وظل جدك في السجن حتى فاضت روحه إلى بارئها. الآن سأسمع منك عن معركة روضة جهم، وهي واحدة من الملاحم الوطنية العظيمة التي تبخرت فيها الإمامة. أريد أن أسمع منك عن المعركة، ثم أسمع منك عن القصائد التي وثقت هذه المعركة. في الروضة، أثناء التصعيد الحوثيين الجديد في من الديريات الجنوبية، حاول الحوثيين عندما تقدم في الجوبة من طريق حريب، حاول التقدم باتجاه ذنة وروضة جهم إلى أن وصل إلى طرف المخيم. فكانت هذا النقطة أو هذا المكان الذي وصله هو أقرب مكان لمركز المحافظة. كان يراهن على أنه يعني وصل إلى أطراف المدينة. بدأت اسمه معارك كثيرة حاول الحوثي من خلالها أنه يفتيخ البلد الوسط، لكن بجهود الأبطال الحمد لله رب العالمين تواجدت الأبطال وصدت للحوثي وكسرته، حتى انه حاول يعني تقريب 4 هجومات اللي كانت هجومات فريده من نوعها. هي عشرات المعارك ليليا كانت تدور في شهر 11 وشهر اكتوبر من العام الماضي، لكن المعارك الفاصله كانت 3 أو 4 معارك طاحنه وفاصله. صحيح، كانت 4 معارك اللي حاول الحوثي فيها انه يجتاح الروضه والبلق. اذا نسمع منك عن تفاصيل واحدة من تلك المعارك العنيفة والتي كنت أحد أبطالها وأحد قادتها. كان ذلك قبل الفجر، حيث أخبرنا الاستطلاع حقنا أنه شاهد عناصر الحوثيين كثيرة جدا، حتى أنه وصلوا إلى 100 تقريبا. كان الاتجاه من شرق الكريف، كذلك مع النجد الكريف ومع من صلمة، يعني من جميع اتجاهات الروضة كان يتابع الأفراد الاستطلاع. إلى قريب الفجر بدأت العيارات حقنا تضرب على التحركات هذه، إن ما شافوهم تضربهم، هم قد كانوا حطوا من العيارات كثير جدا، حتى الطيران المسير كان موجود معهم بكثافة. بدأت المعركة قبل وقت الفجر، حدثت اشتباكات عسيرة جدا. اشتبكنا فيها مع الحوثيين، ولكن الحمد لله رب العالمين اندحرون. وصل إلى بعض المعارش وإلى بعض الأطراف والتحم القوم، التحم الأطراف. وصلوا اجتمعنا في بيت أحمد بن سعيد طعمان، وفي قريب من السكنية كانت السائلة حق المساح، كانت في مكان الموت. الحمد لله ان احنا كسر
ولا قدر يتقدم. لا وزج بأقوى قوة يمكن يمتلكها من قوة بشرية وقوة سلاح. سواء كانت في تغطية الطيران المسير، الكثافة التغطية المدفعية، كان آلاف القذائف التي تساقطت، كانت عندها مدافع كبيرة، الهاونات جميع أنواعها، حتى أنها كانت زي تضرب على طول ما توقف نهائيا. الطيران المسير كان مستمر وموجود على طول. أعداد بشرية، الأعداد البشرية جدا كبيرة، لكن الحمد لله رب العالمين. وهي معركة ليست محصورة كما ذكرت من نجد الكريف إلى الرملة تمتد، بل هي كانت تمتد من البلقة الأوسط إلى البلقة الشرقي إلى طهران، إذ أن خبراء إيران وأحلام إيران كانت تغريدات المغردين الإيرانيين واللبنانيين من عناصر حزب الله كانت تملأ وسائل التواصل الاجتماعي. كان هناك ضخ إعلامي وضخ إعلامي إيراني كبير، سواء من الإيرانيين أنفسهم من حزب الله أو من أذنابهم هنا في اليمن. كان هناك تغطية إعلامية كبيرة أكبر من حجم المعركة، وكانوا يقسمون الأيمان المغلظة بأن مارب محسومة أمر في خلال أيام. فما الذي حدث؟ أين تبخرت أحلام إيران وأحلام حزب الله؟ ما الذي حدث بالضبط؟ تبخرت أحلامهم في الروضة في أطراف مارب على حدود مارب، لم يظهروا ولم يتقدموا في أي محور. كانت زحوفهم. وأنت وثقت المعركة هذه بقصيدة، أريد أن نسمع. نعم. القصيدة. نعم، وثقت المعركة بكلمات جامل، كان مطلعها: أرض الجهم فيها طاح حلم الغزو وتحطم، وحطينا رزائم في طرفها كل جهدامة، ثبتنا والبغم فوهات تانيران تتلهجم، وهجرنا منازلنا بدم وعاف مهجامة، تراجع ما تقدم من وقوع أبطال ما ترحم، بنادقهم تلحم من كبود الخصم وعظامه، على صون القيم لو طاح نصف القوم ما نندم، يقاتل من سلم لما يكمل باقي ايامه، ولو زاد الالم والله ما نخضع ونستسلم، نعيش بعز عالين الهمم وندفن قامه، عوايد صفنا فلا التحم للحرب وتحزم، يخلي كل متعجر في قزم وينكس علامه، الى اطراف المخيم زاد يغزينا وقد هدم، ولجل اعراضنا تسلم وقفنا سور قدامه، كسرنا قوته ليلة هجم والطاف يتقدم، ودسنا عن فوانه بالقدم ما حقق أحلامه، كسرنا قوته ليلة هجم الطاف يتقدم، ودسنا عن فوانه بالقدم ما حقق أحلامه، طرحنا في المعارش والخيام بعدادها، وأعظم من يطاول الحق المحرم حكمه إعدامه، وبددنا جيوشه والزخم والحشد نظم، ومرغنا وصد بالغنم هامه وراهامه. سلمت وبالفعل بأنه طرحنا في المعارش والخيام بعدادها وعظم، وقد وثقت الكاميرا ووثق الزميل فهد العيال لحظات تساقط الميليشيات الحوثية بين تلك المعارش وبين تلك الخيام هناك في روضة جهم. تساقطت الميليشيات الحوثية وتساقطت العناصر، وسنستعرض هذه المقاطع التي كانت من معركة روضة جهم، وهي تأكيدا أنت وثقتها بقصيدة، وفهد وثقها يعني بالكاميرا، وفعلا أنه طرحنا في آخر بيت قلته: طرحنا في المعارش والخيم بعدادها وعظم، ومن يطاول الحق المحرم حكمها عدامه، وبددنا جيوشه والزخم والحشد نظم، ومرغنا وصد بالغنم هامه وراهامه. إذن وتمرغوا وسط ذبل الغنم، ذبل الغنم روضة جهم، فعلا أنهم تساقطوا في تلك الأماكن هامه وراهامه، وحوصروا وتبخرت أحلام حوثية كثيرة في تلك المعركة الخالدة التي فيها تبخر المشروع الإيراني، وفيها تبخرت أحلام الميليشيات الحوثية. إذن معركة مع الإمامة تمتد منذ آلاف السنين، منذ مئات السنين. مات جدك أحمد بن أحمد داخل السجن، وما زلت أن تحمل البندقية. ذكرت أيضا في الأبيات أنه لو نخسر نصف القوم، لكن حفظ الله القوم بإذن الله أن يحقق النصر بأقل التكاليف. وروضة جهم فيها طاح حلم الغزو وتحطم، وحطينا رزايم في طرفها كل جهدامة، ثابتنا والبغم فوها تهاني ران تتلهجم، وهاجرنا منازلنا في دم وعاف مهجام، تراجع ما تقدم من وقوع أبطال ما ترحم، بنادقهم تلحم من كبود الخصم وعظامه،
صاح للقيام لو طاح نصف القمه نندم يقاتل من سلم دامع يكمل باقي ايام ولو زاد الالم والله ما نخضع ونستسلم نعيش بعز عادنا نهنم او نندفن قامه عوايد صفنا فلان تحمل الحرب وتحزم يخلي كل متعقلب يوم ينكس اعلام الى طراف المخيم زاد يغزينا وقدها وحرم حكمنا قدام وبددنا جيوش هوال تخم الحشد بين الطرم ومضرنا وصبنا بليل الم همه ورهمه. إذن قصيدة أخرى وثقت بها هذا المعارك الضارية والمعارك العنيفة التي دمرت الحوثيين. يقول سلام يا مارب التاريخ ما له حساب، سلام يا قبلة العزة ومحرابها، يا صخرة اللي عليها حلم الأذناب ذاب وتحطمت قوة الغازي على أبوابها، يا مارب شمخ وقنف فوقها من السحاب، محروس بالله يوصل النار شبابها، الجيش والأمن دونك كل معصور ناب وابناك الأبطال لأجلك ترخص رقابها. نموت لاجلك ونروي من دمان التراب وننتصر في خطوط النار وارتابها، عزومنا اقسام نخشام الحيود الصلاب وسهومنا في العدو ما تخطي اصوابها، يا قوة الباس ذي ربي ذكر في الكتاب والتضحية ذي توارث مجدها اصحابها عهدا قطعناه بنوا فيه لو بالرقاب تبقى سبق بين رمش العين واهدابها نبع العروبة هم اربع عاليين الجناب عمق التواريخ شاهدها وكتابها، قال عهدا قطعناه بنوا فيه لو بالرقاب تبقى سبق بين رمش العين وهدابها نبع العروبة هم أربع عاليين الجناب عمق التواريخ شاهدها وكتابها نقبل على أبوابها للموت من كل باب والخلد تكرم الحهل العز وأشنابها يا ديت بمارب التاريخ حلمك سراب مارب عنيده وكل يحسب أحسابها شبانها يقفزو للموت قبل الشباب وأطفالها في الشدائد قوم تشفابها. سلامتكم. سلمت على هذه الأبيات التي تناولت كل القبائل المأربية، فتحية لكل قبائل مارب المرابطين على مكتبات المحافظة. نعم، من هنا نوجه تحية لأبطال مارب وقبائل مارب مختلف القبيلة، ونشكر كذلك الأبطال المتواجدين في مارب والذي كانوا لنا الدرع وكانوا القوة لنا، كما نشكر قيادة الشرعية القيادة الميدانية الشرعية الموجودة في محافظة مارب ممثلة بمحافظ محافظة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وقائد المنطقة العسكرية الثالثة وقيادة المقاومة الشعبية. نشكر أيضا الأخوة الإعلاميين والذين يوصلوا لعندنا الجبهات والتوجيه المعنوي. كلمة أخيرة تود أن تقولها. نحن مستمرون لمواجهة الإمامة الحديثة مثل ما واجه أجدادنا في الماضي حكم الإمام أحمد والإمام يحيى، ونحن سنتم إلى أن يتوفانا الله شهداء أو نعيش أحرار بإذن الله، أن نعيش أحرار وأن تنتهي مخلفات الإمامة مثلما انتهت الإمامة. أشكرك صالح محسن بن أحمد بن أحمد الطويل حزيم، وأشكر الأبطال الذين كانوا معك، كما أشكركم مشاهدين الكرام. أترككم في أمان الله.